نظر ايتام انا شاكك ان بيحصل فيه حاجات مش مظبوطه. اطفال في سن 8 و9 سنين باين في جسمهم اثار تعذيب. يا ماما يا ماما. وتم القبض على مدير الدار ملائكه الرحمه وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف. عرفت من المذكرات ان مريم مخلفه بنت من يسري تكروري، نوران محبوب السيد محبوب. انا سبت الشغل، معيش فلوس ولا عندي حته ابات فيها. انت معاك ادله تدين الناس دي؟ ايه اللي حضرتك عامله على الحيطه اللي هناك ده يا استاذ هاني؟ مريم كاتبه في مذكراتها اسامي ناس كبيره ومهمه ضاطين في قضايا فساد. ايه ده يا هو؟ فلاكه الواد ابنها في حته تانيه خالص. نوع مخدرات منتشر بره مصر، بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. زومبي بجد، زومبي بحقه وحقيقته. زومبي في الشارع. اتعرفت على المنتج السينمائي صداد، كان عايزني في فيلم في قبرص، لقيته بيسلمهم الشنطه اللي كانت معاه فيها فلوس، الشنطه التانيه مصدقتش اللي شفته، مخدرات. منتج سينمائي وتاجر مخدرات. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف. اوعى تكوني فاكره ان انا بحبك وعايز ارجعك عشان واقع في غرامك. خلي بالك من نفسك عشان مستر عصام اول ما يخلص معاك الدرس مش هيعرفك تاني. يلا حسن يا عماد. ولا بصراحة أنا عملت كده عشان أرضيك. هي غدا عرفت بجوازك من جمال؟ منها أنا شايفك محترمة، محترمة جدا كمان. غدا مش سهل، مستحيل تنسى إن أنا اتجوزت عليها. أنا عمري ما شفت حد يعمل اللي أنت عملته ده. تهرب يوم كاتب كتابك؟ أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. المشكلة إزاي أوصل للدليل اللي سابها مريم. بس بصراحة زعلت منك أوي 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 يا نوجة. إيه الذوق ده؟ بقى جمال حبيبي جوزي يتخانق مع عامر؟ كنت استنضفي. عايزة ايه يا غادة؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ أموت أنا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، وإلا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانتي بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف إنه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ بقى مرة قميص النوم الأحمر دم غزال يا متحني انت. بس تعرفي انا زعلانه منك قوي يا نوجة، كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم. بس يلا معلش، انا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشه معاكي واتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسيه حاجه كده ولا كده، وانا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص اجراءات المعرض بيع وشراء. خدي. مريم في قضية المخدرات دي قالت إنها خدت الكاميرا معاها، وده معناه إنها ممكن تكون صورت اللي حصل. ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قصدة بيها أي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص اللي بتتكلم عنه ده مات أو هاجر أصلاً. وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما تردي يا نوع. هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها. لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا فيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هلو، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق نهية. قوم يا ده امشي من هنا، قوم امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الافلام؟ اه طبعا، كان كل يوم جمعه بيفرجونا على فيلم الدار واحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من افلامك، كنت بقعد اتمنظر وسط العيال واقول لهم ان دي قبل مريم بنت ماما امال.
هو حضرتك اتفرجت على كل الأفلام دي قبل مريم؟ آه طبعاً، أنا بعشق السينما. الوقت لما بكونش واقفة فيه قدام كاميرا أو بمثل لازم أكون بتفرج على فيلم جديد. كل الأفلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت وما بزهقش. السينما بالنسبة لي حياة، أغلى حاجتين في حياتي التمثيل. وإيه؟ مفيش. تحبي تتفرجي على فيلم في يوم؟ يا ريت. طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. أنا عايزة أتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني أشوفه الأول لوحدي. ورسمة المفتاح جاية جنب جملة طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضية. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني ايه ما ينفعش اجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في اي حاجه. طب وايه المشكله يعني؟ ما انا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكره. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي حاجة؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. بقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكلة، دي حاجة تتعوض يعني. المشكلة مش في تمنه. أمال المشكلة فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه إيه يعني؟ الشنطة يا ست ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه، تشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبريه حصل. لا تمام شكرا جدا. مش يلا بينا نهبق؟ ها يلا. لا خد راحتك. معلش. لا ده انا اسف. لا براحتك اتفضل.
بابا. أنا لقيت الكيس ده في الحمام. دي بودرة. نورهان كانت في الحمام قبلي. عبادة أنا عايزك تساعدها من غير ما تسبب أي إحراج ليها. لازم نقف معاها. بابا أنت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ أنا مش خايف منها، أنا خايف عليها. معاك حق. طيب أنا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. ايه وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من انتاج شركة الصفوة لانتاج الفني. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما تذكروش الا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه زكي، خد العنوان ده 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني. عايز أعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع للشقة مريم. أنا عرفت هي مخبية الفيلم فين. أنا احتمال معرفش أجيلك هنا تاني يا منة. ليه؟ مشغول شوية، فرح أختي. وكمان عندي حاجات تانية بعملها. ثانية. ألو؟ ما كنتش عارف إنك رومانسية قوي كده يا منة. مين معايا؟ مش مهم، مع إن شكلك غلبانة وكيوت يعني، لكن اللي عملتيه مع عصام في الفيديوهات اللي ما بينكوا بيقول غير كده خالص. فيديوهات إيه؟ بصي بس وركزي معايا، عشان فضايحك دي ما تتنشيش قدام الدنيا كلها، أنا عايز منك 200,000 جنيه، تتصرفي لي فيهم بقى أنت والأمور بتاعك اللي اسمه عصام ده. هكلمك تاني وأقولك أخدهم منك إزاي. ها؟ سلام يا مؤدبة. هو انت قلت فيديوهات؟ هو في ايه؟ هو انت سجلت الفيديو كولز اللي بينا؟ ها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ يبقى عشان كده كنت هتجنن على اللابتوب اللي اتسرق. وكمان بتقولي مش هتيجي هنا تاني. ها؟ انا كده فهمت. انت حيوان؟ انت عارف حيوان؟ منا الايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني ايه كل ما اشرح لك حاجه اقول لك ركزي فيها ركزي فيها، اجي اسالك فيها ليكي نسياها؟ هنا ايه بطيخ؟ حرام والله يعني. وكمان ماما التعبانه دي الشقيانه اللي بتصرف دم قلبها كده هتزعل وانا كمان هزعل. خير يا مستر عصام؟ في ايه يا منة؟ عايزه تحصلي اخوك الفاشل ولا ايه؟ بصراحه غدا هادم الجيل ده مستهتر جدا. ريس عج. ايوه سمعت، مش في هنا شركه الصفوه للانتاج الفني؟ والله يا ابني انا مش عارف، انا بقاليش كتير هنا، بس في شركه التقوى للسياحه، وحضرتك لو عايز حاجه بيفتحوا الصبح، تيجي بدري وحضرتك تقول لهم على اللي انت عايزه. التقوى؟ هي التقوى ولا الصفوه؟ بعدين ما هي كده كده قافله. اصل هو قال لي ان هي شركه انتاج ودي شركه سياحه. ما تشغلش بالك انت حاجه، ما تشغلش بالك. كمل نوم كمل نوم يا راجل. بارك السلام عليكم. برضه مفيش. هي مريم ليها مكتب تاني في حي الزهور؟ أول مرة أسمع إن عندها مكتب تاني. أنا متهيألي إن الزهور اللي رسمتها مريم رمز الحي الزهور اللي فيه مكتبها. الشريط اللي احنا بندور عليه أكيد هناك. أيوة زكي، عملت إيه؟ أنا رحت العنوان، بس أنا عايز أتأكد هي الشركة اسمها التقوى ولا الصفوة؟ الصفوة يا زكي، الصفوة. أيوة بس العنوان ده اللي موجود فيه الشركة اسمها التقوى للسياحة. سياحة إزاي؟
اه والله زي ما بقولك. طب ما سألتش حد جوه؟ لا ما هي كده كده قافله، بس انا من النجمه هيلاقوني في خليتهم، هستفسر عن كل حاجه وابلغك. طب لو وصلت لاي معلومه منهم تبلغها لي على طول. ماشي عالمي. ماشي. انا عايزكم تاخدوا بالكم كويس قوي، الفلكه دي لو مشيت المصلحه هتبقى للكل. ما تقلقش يا كبير، كل حاجه هتمشي زي ما انت قلت بالظبط. تمام، اهم حاجه كل حاجه تمشي بعيد عن الديسكو، انا مش عايز مشاكل كفايه اللي حصل امبارح. طيروا. زيادة عدد حالات الهياج اللي بتشبه الزومبي، وده نتيجة أثر تعاطي مخدر الفلاكة. سيادة الوزير كلمني 6 مرات، قلقان جدا من اللي حصل، والإعلام بيتهمنا بالتقصير. سعادتك المعلومات اللي احنا جمعناها بتقول إن اللي حصل ده حصل في ديسكو في نطاق محافظة الجيزة. الواد اللي طلع في الفيديو اسمه رامي الشاهين، أبوه بيشتغل مهندس بترول وعايش في الكويت، يعني الواد قاعد هنا لوحده. الواد ده مدمن المخدرات بقاله 3 سنين. عايزك تتابع للديسكو ده، تعرف علاقته بالحادث ومين اللي بينزل حبوب الفلاكة ومسؤول عن توزيعها. سعادتك دي نفس الحبوب اللي لقيناها في بيت ابو مصعب، معنى كده ان احنا لو قبضنا عليه ممكن نحصرها قبل ما يوزعها على بيت التجار وتنزل السوق. طيب عايز تقليلها عن الناس دي، الحادثة عاملة رعب للكل، الشعاب بتزيد، واحنا من الاخر مسؤولين عن حماية ارواح الناس. اوامر يا فندم، اوامر. عليك ده تقرير عن حادثة الفلاكة. صاحب الديسكو اسمه مهاب طلعت، أبوه يبقى طلعت الملاح عضو بالبرلمان. زياد سيب لي الملف ده وانت استناني برا لحد ما اخلص الاجتماع. معليك مش هحضر الاجتماع معاك؟ زياد استناني برا لحد ما اخلص الاجتماع. اتفضل. عوف ادرس الملف ده، تابع لي كل المشتبه فيهم عشان نلحق المشكلة من أولها. مالك يا روف؟ انا فرحي بكره بالليل يا فندم، هعمل الكلام ده امتى؟ فرح ايه اللي بكره؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم. لسه يا فندم، ربنا ان شاء الله اذن بكره. ان شاء الله يأذن. بسيطه، ادرس الملف بالنهار، تلبس بدلتك وتتجوز بالليل. هو الفرح ايه غير بدله؟ اوامر يا فندم، اوامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كنت مسافر بره ولسه راجع من أسبوع، وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم، هو كان شغال هنا في شركة الإنتاج. لا حضرتك، دي شركة التقوى للسياحة. غريبة، دي كانت شركة إنتاج. لا، شركة الإنتاج قفلت، والشقة دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقرر شركته. الله يرحمه. نعم. لا لا، أنا آسف أنا آسف. ترى أنت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط، لان الغلطه فيه فوره. تقصد ايه معالي؟ اقصد ان يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم، وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل معالي غلط،
الموضوع مش اكتر من مشادة بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي وانا قلت دي امور شخصية بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معاليك؟ بالعكس، انا ليه حساب مع رؤوف لانه ما بلغنيش. ولازم تفهم يا حضرة الضابط، شغلان في الجهاز ان كل ضابط فيكم معاه 5-6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت حضرة الضابط انك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معاليك، انا كنت بنفذ تعليمات العميد طارق. وانا بنفذ القانون، انت بتحاول للتحقيق، خد اي حاجه ليك في المكتب، لان لو التحقيق جه لصالحك انا ارفض ان ضابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقولك ايه لو سمحت؟ امرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكره. بقولك لو سمحت. امرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنال ده؟ في الجورنال؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حدي البوكيه لواحده صحفيه، فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتي تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصل وهو صغير كان نفسه يطلع حرام، بس الظروف بقى ما ساعدتهوش. هو انت ما عندكش دم؟ من ساعة اللي حصل آخر مرة وبرضه ما حرمتش؟ أنا جاي أبارك لك على النجاح، وعايز كمان أقول لك إني مبسوط، بقيت أشوف مقالاتك على الصفحة الأولى. وأنا مش عايزاك تبارك لي يا أخي، وتفضل امشي من هنا دلوقتي. أنا جاي أعمل الواجب معاكي، وأنت تعامليني بالشكل ده؟ يا نهى، يا نهى أنا اتغيرت. في إيه تاني يا زاد بيه؟ جاي أتكلم معاها كلمتين. أيوة بس نهى دلوقتي عندها شغل. جرى يا أستاذ فراز؟ قلت لك جاي أتكلم معاها كلمتين على انفراد وماشي. نهى خلصي مع الباشا بسرعه وتعالي لي مكتبي عشان عايزك. نهى انا مش جاي عشان اتخانق معاكي، انا جاي عشان نتكلم في هدوء. احنا ما فيش بينا كلام اصلا، ولو ما مشيتي ما تفوقي بقى من نفسك. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ نزل ايدك. ابعد عني. اوعى امشي. اوعى ابعد. ايه انت فاكر نفسك ايه؟ ابعد عني. ايه في ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ امشي من هنا دلوقتي. بس امشي من هنا دلوقتي. ابعد عني. انت مش عايز ابيك. اتفضل بقى، اتفضل بعد اذنك. ما ترجعش هنا تاني. بس يا دكتور. ابعد عني. ابعد عني. مش خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. مش عايز اشوفه تاني. مش عايز اشوفه تاني. روح روح. مش لاقي الصفحة دي كمان، ده أنا حتى ما لحقتش أشغلها. أكيد يا معلم بتوع المباحث الإلكترونية قفلوها برضه، هما كده مش هيسيبونا زي السنة اللي فاتت. وأنا ما بزهقش بقى، والأكونتات الفيك مفيش أسهل منها. أنا قلقان يحصل حاجة لو كريتنا واحدة جديدة. لا ما تقلقش، طول ما إحنا بنتحرك من سايبر للتاني مفيش حد هيعرف يمسكنا. وبعدين كبرهم إيه يعني؟ هيقفلوا لنا الصفحات؟ طب كل ما هيقفلوا لنا صفحة أفتح لهم اتنين أصول.
انا تعبت، شكلها كده مفيش اي حاجه هنا. ارتاحي انت يا نوران. ما اعتقدش عالمي هتلاقي حاجه مهمه ليها هنا. زكي هات لي العلبه دي. ايه ده زكي؟ ده شريط كاميرا سوني بس قديمه شويه. يعني ما نعرفش نشوف عليه ايه؟ لا سهل، انا عندي اختها اقدر انزلك الماتيريال على اللاب. طب تروح تجيبها وتحصلني على البيت على طول. اوامرك يا علي. ايه مالك واقفه متنحه كده ليه؟ في ايه؟ التمثال ده كان في شقه مريم وكان مكسور. ايه اللي جابه هنا؟ كان مكسور ازاي؟ ما هو سليم قدامك اهو. ده اللي انا مش فاهماه. عجباكي الجايزه؟ حلوه قوي. دي اهم جايزه خدتها في حياتي عشان خدتها في اول مشواري. انا اسفه والله ما اقصد. خلاص ولا يهمك، حصل خير. بس انت لسه قايله انك بتعتز بالجايزه دي قوي. يعني هي هتكون اعز منك فتاكي مليون جايزة. استغربت ساعتها ازاي ما زعقتليش لما كسرت التمثال. هو انا ممكن اخد التمثال ده؟ اه طبعا، حاجة امك تبقى حاجتك. صاحب المكان تحت امرك. في حد فتح على جهاز من عندك صفحات لها علاقه بغش الثانويه، والايبات اللي دخلت على الصفحات بتقول ان الجهاز ده هنا. يا باشا انا كل يوم في ناس بتدخل وناس بتخرج، فاكيد مش هراقب كل واحد بيعمل ايه. اه بس عندك كاميرات مراقبه صح؟ اه يا باشا. تعالى بقى فرجني اللي كانوا هنا من ساعتين فاتوا. اتفضل يا باشا. وايه اللي تعرفه عن حادثه رامز شاهين شاب الفلاكه؟ انا اتفاجئت زي الناس بالظبط سعادتك. انا حتى يوم ما قفلت الديسكو. بس الحادثه حصلت بعد خروجه من الديسكو مباشره. يعني ممكن يكون خد المخدر في الصالة. أنا مفيش أي مخدرات أو ممنوعات بتخش عندي الصالة سعادتك. وبعدين ده جست، أنا مش مسؤول عن تصرفات أي جست عندي في الصالة. تمام، تقدر تتفضل. شكرا فندم.